السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا تاني للجزء الثاني من تنصيب نسخة لينكس مينت. في الجزء الأول عرفنا ازاي ننزل النسخة على السريع ونسطبها. النهاردة إن شاء الله هنعمل بعض الإعدادات السريعة على النسخة عشان نقدر ناخد خلفية النسخة دي شغالة ازاي وايه الفرق بينها وبين الويندوز. أول ما بنفتح النسخة كده على السريع بيجيلنا ويلكم سكرين، دي شاشة الترحيب، بيبقى فيها بعض الاوبشنز والاختصارات اللي هنجيبها دلوقتي من الاعدادات فمش هنحتاجها. المفروض هو الديفولت بتاعه بيبقى متعلم عليه، احنا هنشيل العلام وهنقفله عشان ما يظهر لناش تاني. زي ما احنا شايفين دي النسخة بتاعتنا، واول ما بتنزل زي ما احنا شايفين كده. ده الصوت، دي الساعة، ده الانترنت، ده اليوزر، دي اللغة، ده بند الخاص الايقونة الخاصة بالتحديثات. اول ما افتحها لو في اي تحديثات موجودة هتظهر لي هنا، هدوس انستول، هيطلب مني الباسورد، هحط الباسورد واقول اوكي، هيحدث لي اي برامج محتاجة تحديث، ولو النسخة نفسها محتاجة تحديث هيحدثها. دي ماي كمبيوتر هوم، في اعدادات مختصرة في الكليك يمين الماوس فهنجيلها ان شاء الله، بس الاول نخش على ستارت منيو. دي ستارت فايرفوكس، ده مستودع البرامج اللي هو سوفت وير مانجر. دي الاعدادات على السريع كده ان شاء الله، الاعدادات المهمه بس هي اللي هنعملها. اول حاجه الباك جراوند، تغيير الخلفيه، احنا غيرناها بكده واحنا بننزل النسخه بعد ما نزلناها. هتدوس على كليك وتختار الخلفيه اللي انت عايزها وتدوس عليها مره واحده تلاقيها اتغيرت. بعد ما انزلها يا اما ارجع للاعدادات تاني يا اما اقفل. تمام كده، لازم افتح الهوم عشان اعرف ايه اللي هيتغير معايا في السيمز. عندي هنا شايفين حضراتكم الشريط الصغير ده اللي فيه الاكس والتصغير والتكبير، ده بغير شكله لونه من هنا. ماشي، بص حضرتك هنا لما ادوس اسود كده الشريط اتغير هنا وهنا في كل حته. بدوس اي لون تاني بيتغير معايا. نسخه جميله وفيها اعدادات جميله. هنا بغير الايقونات بتاع الجهاز، شوف لاحظ هنا ماي كمبيوتر والديسك توب والبيكتشرز، اي مجلد هغيره، واخد بالك من التغيير، واخد بالك. هرجع للديفولت من تو اي. غير ان في حاجة تانية، انا ممكن اغير شكل الملف لوحده، لو دوست عليه كليك يمين بيغير لي شكل الملف، هيبقى كلهم خضر والملف ده لوحده لونه ازرق. ماشي، هيبقى كلهم خضر وملونين، وده لون تاني مختلف. الداونلود ممكن اغيره اي لون تاني، نختار اللون ده. اي ايقونة او اي ملف ادوس عليه كليك يمين هتلاقي فينا اختيار اللون ظهر معايا. نرجع على السريع كده زي ما قلنا، هنا بغير الماوس، هنا الازرار، هنا القائمة ستارت، كل اوبشن تخش تشتغل فيه براحتك، تلعب فيه براحتك. هنا معلومات عن الاكونت، الاسم والباسورد لو عايز تغير الباسورد، وهنا صورة الحساب، اختار اي صورة. تايم اند ديت، الوقت والتاريخ. واحنا بنسطب النسخه اخترنا القاهره، ممكن اجيبها من هنا برضو. تايم اند ديت، ادوس هنا هيجيب لي نفس الشاشه نفس السكرين. الوقت هنا 24 ساعه، بعلم تشيك بوكس ده بلغيه بيبقى 12 ساعه. هنا لو عايز اظهر التاريخ بروح معلم التشيك بوكس ده، هنا التاريخ اغسطس. لو عايز اظهر الثواني جنب الساعه كده الثواني ظهرت. في عندي هنا الديسك توب
زي ما احنا شايفين كده الديسكتوب هنا اهي، بقدر اختار منها اللي انا عايزه. على فكره ممكن اجيبها من كليك يمين ديسكتوب سيتنجز، هيجيب لي نفس القايمه، بجيب لك البند من الاعدادات والبند من الايه الشورت كات الاختصار بتاعه. لو عايز اخفي ماي كمبيوتر بشيل العلامه دي، عايز اخفي الهوم بشيل العلامه دي، اظهرهم تاني بعلم عليها صح. التراش اللي هي عندنا في الويندوز اسمها ريسايكل بن، اللي هي الزباله مسله المهملات، بشيل البند ده عشان البارتيشن اللي هدخل عليه ما يظهرليش على الديسك توب بره. بعمل باك. هنا الاشعارات، اما يكون في اشعار عن تحديث او اي اشعار، هنا ادوس هنا اعمل تيست للاشعار، الاشعار بيظهر لي فوق. انا مش عايز الاشعار يظهر لي فوق، عايزه يظهر لي جنب الساعه تحت. بعلم اللي تحت هيظهر لي جنب الساعه. وهنا حجم الاشعار، صغير او موديوم متوسط او لارج، او هلغيه خالص. اعمل باك. هنا اللغه، البانل اللي هو الشريط اللي تحت، عايز اعمل فيه اي تعديلات، اضيف عليه اي حاجه، مش عايز ممكن اضيف بانل تاني شريط زيه في الجنب. هنا البرامج الافتراضيه، اما تيجي تفتح النت ايه اللي هيفتح معاك؟ طبعا هنا الفايرفوكس، لو في اي حاجه غير الفايرفوكس بتظهر لك هنا زي جوجل كروم. طبعا هنا مفيش كروم، في هنا كروميوم، بدوس هنا واظهره، بيبقى هو الديفولت اللي هو الاساسي، اي نت اشتغل عليه ابص عليه هو اللي فتح. هنا الفيديو، انا مسطب الفي ال سي فعشان كده هو هنا الديفولت. وبرامج الموسيقى، اختار اي برنامج للموسيقى، بتختار البرنامج اللي انت عايزه يشتغل معاك لو انت مش مرتاح للبرامج اللي هي نازله مع النسخه. ستارت اب ابلكيشن، دي البرامج اللي هي بتفتح تلقائي مع النسخه، لو انت عايز تضيف برنامج بتضيفه بحيث اول ما النسخه تشتغل يروح فاتح. ويندوز اللي هي النوافذ، عايز اغير الازرار اللي فوق ديك بغيرها. هنا كلوز اللي هو الاكس ده عايز اغيره، بغيره هنا، اتغير هنا، اجيبه كلوز تاني. هنا ماكسمايز ومينيمايز، لو عايز اغيرهم اغيرهم، عايز اجيبهم من على الشمال هنا مثلا اهو، اجيبهم لك برضو كلوز. بص كلوز ظهر فين، يختفي من على اليمين وظهر على الشمال، لو جبته هنا اختفى من هنا وظهر هنا. هنا في نقطة للناس اللي هي بتشتغل على البلندر، خلي السوبر كي او الزرار الرئيسي بتاعك سوبر اللي هو شعار الويندوز، ما خلوش الت، لان في بلندر بتحتاج الالت كتير فبيعمل معاك مع مشاكل في الشورت كات لما تيجي تشتغل. بعد ما اخترنا السوبر بنرجع هنا الديسبلاي اللي هي بختار منها الريزوليوشن اللي هو ابعاد الشاشه، بختار الابعاد وادوس ابلاي. بالنسبه بقى للناس بتوع الجرافيكس، هنا تعريف كارت الشاشه، بدوس عليه بيطلب مني باسورد. هنا اي حاجه بتعملها لازم الباسورد للامان لك مش اكتر. هنا بيعمل داونلود لو في اي تحديثات، فينيش. فالطبيعي ما تفتح اي حاجه فيها اوبن سورس ما تختارهاش، اختار اي حاجه مدعومه من نفيديا او الشركات الاخرى عشان ما يعملش معاك مشاكل في شغل الجرافيك. نقفل هنا شاشة الدخول. بختار الشاشة والباك جراوند بتاعتها والسيمز بتاعها، اللي انا عايزه كله بختاره. في تقريبا اعدادات هنا، بصينا بصة سريعة على الاعدادات، مش بصة بتمعن، نظرة سريعة. في هنا بعض الاعدادات السريعة هنا برضو.
البند ده لما بعلم عليه تشيك بدوس على اسم الملف مرتين ببدأ أغير اسمه، إنما لو البند ده مش متعلم عليه مش هيتغير اسمه غير لما أدوس كليك يمين ماشي وأعمل رينيم. هعمل ديسك على الديسك توب مثلا نيو فولدر، كرييت نيو فولدر ماشي. هنا ممكن أغير الاسم بدوس في أي مكان. بص هنا الفرق، أنا عملت شلت الكليك، أدوس كليك كمان كليك مفيش أي حاجة، لازم أعمل إيه؟ كليك يمين رينيم هبدأ أغير الاسم. إنما لو علمت على البوكس ده هدوس كليك كمان كليك، بص الاسم هيتغير زيه زي الويندوز تمام كده. برضو لما أجي أمسح هدوس موف تو تراش أو ديليت عادي، أو أروح سحبه ورميه في الزبالة. كل الاختيارات معايا متاحة زيه زي الويندوز بالظبط. هنا بالنسبة للتكست فايل أو التكست فايلز، الديفولت بتاعها بيبقى اسك اتش تايم. لما أكون مثلا عامل هنا مثلا ملف امتي وأكتب أي حاجة دوت تي اكس تي، أجي أفتحها بيجيب لي رسالة ويخيرني بنفتحها أو ما يفتحهاش. لكن لما أدوس على الاختيار اللي في النص ده بدوس عليها مرتين بتفتح على طول بدون استفسار أو أي حاجة ماشي. في عندي طبعا احنا فاتحين هنا الهوم عشان نشوف التست عليه. لو جبت في الركنة كده وشديت بصغر الشاشة عشان أشتغل عليها براحتي، وادوس على الشاشة شمال كليك شمال وارفع واشتغل واتحرك معايا. هنا لو ايه اللي انا عايزه يظهر في الايقونات، النيم والسايز والتايب والديت، اللي انا عايزه بختاره اللي مش عايزه بسيبه. في هنا الاختيارات ديك في الديفولت بتبقى مش موجودة، اللي هو ريفريش بوتن اللي هو زرار ريفريش بظهره، وماي كمبيوتر. ولو عايز الهوم بظهرها، بدل ما اطلع الديسكتوب بخش هنا مباشر من عليها. دي الاعدادات السريعه اللي انا كنت عايز اقول لكم عليها. لغه انجليزي او عربي، ممكن اجيب اللغه من جوه او اجيبها من هنا زي ما انا شايف. لو انا نسيت اضيف العربي او عايز اضيف اي لغه اخرى بدوس على البلاس ده الزائد واختار اللغه اللي انا عايزها واروح دايس اد. بس مش تقريبا كده تمام. هنا الستارت لو عايز اغير كل الاسم بتاعها بدوس كليك يمين. هنا المنيو ركز معايا تحت، انا اكتب ستارت كده بقت زي الويندوز ستارت تحت. ولو عايز اغير الايقونه بعلم على العلامه دي واختار الايقونه اللي انا عايزها، مش عايز خليها الايقونه الديفولت بتاعتها تمام. نخش بقى على السريع كده على مستودع البرامج سوفت وير مانجر. هنا كل البرامج اللي انت بتحتاجها، برامج هنا العاب، لو انت عايز العاب بتضغط على البند ده شوف الالعاب اللي انت عايزها. وعامه الالعاب بتاعته يعني قليل لما تلاقي لعبة كويسة، لأن مفيش حد مهتم بالألعاب في اللينكس. هنا برامج الجرافيكس والتصميم، كان عايز برنامج زي برنامج جيمب، البرنامج ده محرر صور بديل للفوتوشوب هتلاقي له شرح في القناة. انكسكيب ده برنامج صور برضه، بلندر برنامج 3D لعمل شخصيات وعمل ألعاب وعمل أفلام كرتون وبيعمل برضه مونتاج للفيديو وبيعمل خدع للفيديو، هتلاقي برضو له شروحات على القناة عندي. برامج كتير جدا خاصة بالجرافيك، إن كان بالجرافيك 3D أو برامج رسم، هتلاقي كل اللي انت عايزه في المستودع ده أو في السوفت وير مانجر ده. كده خدنا لفة سريعة على النسخة. لو انت ليك أي حاجة اكتبها في التعليقات، وإن شاء الله في ناس كانت طلبت مني إن أنا أعرفهم أو أشرح لهم إزاي أشغل برامج الويندوز على اللينكس. قلت ان شاء الله ان في برنامج هسطبه
هو رخم شوية بس هحاول أسطبه إن شاء الله وأعمل له فيديو عشان الناس تستفاد، واللي عايز يجي هو جور الويندوز ويشتغل على حاجة مجانية يشتغل. وأشوف وشكم بخير في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.